مهما تكن الأفكار قوية فإنها ستضيع وتتلاشى إن لم تجد مسارا صحيحا لتؤتي ثمارها. وربما كانت الفكرة الصغيرة بداية لإنجاز هائل يمتطي صهوة الرياح أو يمخر الأعماق أو يضيء للإنسانية الطريق. وأنت ألم تتوهج في ذهنك الرؤية وحلمت بتدفق الحياة في شرايينها؟ أو ربما بزرع خضرة في وجه الشحوب؟ أو بفتح الباب لإشراقة الأمل؟ لعلك واحد من هؤلاء المبدعين، فبادر إلى الاشتراك في مسابقة جائزة الإبداع العلمي وكن موهبة، ترعاها مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله لرعاية الموهوبين.